I was just thinking this morning or today how God loves it when people come into his manifest presence. بفكر النهارده الصبح ازاي الرب بيحب لما ندخل مكان راحته او ندعوه للحته دي اللي نعمل فيها كل ما يشتاق اليه. والحاجه دي مش مره واحده في حياتنا، لكن دي طريقه حياه، ان يكون يسوع ملك وان احنا نسمعه في كل امر في حياتنا، وان احنا نسمعه في طوال خلال اليوم مش بس مره، فان احنا نبدا يومنا نقول له يسوع انا بحبك، وان احنا ننهي يومنا نقول له يسوع هل انت مصر، انه قلوبنا تكون مكان راحه لي، وان قلوبنا تكون مكان نقي يحب ما يحب ويكره ما يكره. ولما تمشي معاه هتبتدي تحب ما يحب وتكره ما يكره. انك تكره الخطيه هي بدايه الحكمه. هل احنا بننظر لي؟ هل احنا بنعطيه ما يستحق؟ دي طريقه حياه، وهو ما يريد أنه نعيش بننظر إليه. وإحنا حواليه دلوقتي أنا شايفة الصورة دي، مش أن إحنا بنتجادل عن هو قال إيه، لكن أن إحنا نشركه في كل حوار. فأنا بصلي أنه عينيكم وودانكم الروحية تنفتح، وأن أنتوا تتكلموا معاه وتسمعوا، وان انتوا تشاركوه في كل امر في حياتكم. لو كان الموضوع هو غسل الصحون او ان انتوا بتاخدوا بالكم من ولادكم، شاركوه في كل حاجه. لكن رب محتاجك تدعوه في حياتك.